مشاهدينا أهلا بكم مجددا في فقرة ضيف الغرفة. تحيي الكشافة الإسلامية الجزائرية في 27 مايو المقبل يومها الوطني للكشافة الذي يتزامن وتاريخ استشهاد القائد البطل الشهيد محمد بورس. ويأتي هذا الاحتفال للتأكيد على تعزيز دور الحركة الكشفية في المرافقة المميزة للنشأ. 27 مايو تاريخ أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوما وطنيا للكشافة لتجسيد إرادة الدولة في تطوير الحركة التربوية التطوعية التي تغرس روح العطاء وتعزيز دور ومهمة هذه المؤسسة في مرافقة النشأ وحمايته وتوجيهه. وللحديث عن هذا الحدث يسعدنا أن نستضيف هنا في البلاتو القائد سمير غريمس ممثل عن الكشافة الإسلامية الجزائرية والمسؤول الولائي للإعلام لمحافظة ولاية الجزائر. صباحك سعيد وأهلا بك معنا. صباحك سعيد أختي الكريمة وصباح سعيد لجميع متابعي قناة البلاد. شكرا. أولا هل أعطيتنا لمحة عن تاريخ 27 ماي اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية؟ نعم 27 ماي اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية هو يعتبر ذكرى استشهاد البطل الرمز محمد بوراس مؤسس الحركة الكشفية في الجزائر الذي أعدم في مثل هذا اليوم في مثل يوم 27 ماي من سنة 1941 بميدان الخروبة من طرف الاستعمار الغاشم طبعا فرنسا. ويعتبر الشهيد محمد بوراس هو أب الحركة الوطنية في الجزائر بما أنه المفجري ثورة التحرير المباركة كانوا كلهم أو جلهم من منخرطي الحركة الكشفية الجزائرية. نعم. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أقر تاريخ 27 ماي أقره يوما وطنيا للكشافة لتجسيد إرادة الدولة في تطوير الحركة التربوية التطوعية. ما تعليقكم على ذلك؟ نعم الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أقر يوم 27 ماي يوما وطنيا للكشافة الإسلامية الجزائرية، يعني يعتبر يوم وطني لجميع الجزائريين يحتفل به جميع الجزائريين ليس فقط المنخرطين في الحركة الكشفية، وهذا إن دل إنما على شيء إنما يدل على الدور الكبير التي تقوم به الحركة الكشفية في الجزائر من خلال العمل على تنشئة الشباب التنشئة الصحيحة والعمل على ترشيد الشباب نحو التنشئة الحقيقية التي يعملون بها على تطوير وطنهم. نعم. بعد الكشافة الإسلامية بعد الاستقلال كيف واصلت الكشافة الإسلامية الجزائرية مشوارها؟ أي الآليات اتبعتها؟ نعم خلال ثورة التحرير المباركة كما نعلم جميعا انحلت جميع التنظيمات في الثورة سواء كانت فرق رياضية أو تنظيمات شبابية. نعم. من بينها الكشافة الإسلامية الجزائرية التي أعطت الكثير للثورة التحريرية خاصة من القادة الذين كانوا على رأس الحركة الثورية في الجزائر. بعد الاستقلال كما عادت جميع الجمعيات وجميع النشاطات الرياضية في الوطن عادت الحركة الكشفية إلى بعد أن حرر ساهمت في تحرير الجزائر عادت إلى العمل على بناء الجزائر وبناء الفرد الجزائري الذي يهتم ويعمل في تطوير الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. طبعا بطبيعة الحال إلى أي مدى يجب على جيل اليوم يجب على الشباب الحفاظ على رسالة البطل محمد بوراس وكل شهداء الثورة التحريرية بطبيعة الحال؟ المستوى الوطني حتى يعلم المشاهد الكريم أنه الكشافة الإسلامية الجزائرية لديها أكثر من 200 ألف منخرط. هذا العدد ربما سيزيد من عام إلى عام. هذا طبعا حفاظا على رسالة التي رسمها والتي خطط لها الشهيد محمد بوراس ورفاقه في ذلك الوقت. لازالت إلى حد الآن الكشافة الإسلامية الجزائرية هي أكبر جمعية وطنية، هي أقدم جمعية وطنية منذ سنة 1935 منذ أن أسسها الشيخ محمد بوراس إلى يومنا هذا، وهي متواصلة وتواصل في المساهمة في إعداد الفرد الصالح وإعداد الفتى والطفل الصالح طبعا ليكون في مجتمعه نافعا في مجتمعه محافظا على القيم الأصيلة طبعا إن شاء الله.
الشهيد البطل محمد بوراس كافح بأفكاره ومواقفه ضد الاستعمار الغاشم، ساهم في تلقين قيم النضال والروح الوطنية. إلى أي مدى ما زالت هذه القيم إلى اليوم؟ طبعا بما أنه الرسالة هي واحدة والأساس هو واحد والقانون الكشافة هو واحد، طبعا سوف تظل هذه القيم وهذه القوانين راسخة في نفوس القادة أولا حتى تمشي وتذهب إلى الكشافين، وتبقى دائما نفس القيم ونفس القيم الصحيحة ونفس القيم النبيلة حتى نبني المواطن الصول المواطن الصالح. طبعا نعم، الكشافة الإسلامية الجزرية هي مدرسة لمدرسة لتعزيز اللحمة الوطنية، كيف تأتى ذلك؟ طبعا اللحمة الوطنية لازم تكون في أي مسار للتطور، في أي مسار للبناء لابد للفرد أن يكون في مجتمعه يأمن بهذه اللحمة. احنا في برنامجنا عندنا الكشفي، عندنا حاجة نسميها المنهاج الكشفي، يبدأ يعرفها الطفل الصغير من سن 7 سنوات إلى 11 سنة، يتعلم عدة مجالات، منها المجال الكشفي، المجال البيئي، المجال الروحي، وخاصة المجال الوطني حتى نغرس في أبنائنا الروح الوطنية منذ نعومة أظافره. نعم، وكيف تساهم الكشفة الإسلامية في غرس قيم المواطنة لدى النشأة؟ خاصة أختي الكريمة، في هذا الوقت أنا عايش فيه وما نعيشه من عدة مشاكل اجتماعية، نذكر مثلا، نعطي مثلا آفة المخدرات التي تنهش شبابنا ومجتمعنا حاليا. الكشافة الإسلامية الجزائرية دائما ما تقف سدا منيعا في وجه هذه الآفة من خلال زرع القيم الأصيلة التي تمنع ولا تجعل ما بين هذه الآفات سدا منيعا على الشباب، وتكون الكشافة الإسلامية الجزائرية هي الحصن المنيع الذي يحتمي به الشباب ضد هذه الآفات، وخاصة كمثال نقول آفة المخدرات التي نراها انتشرت كثيرا. والكشافة الجزائرية دائما طبعا ببرامجها بشبابها دائما ما هي السد المانع في وجه هذه المظاهر التي تنهش وفي مجتمعنا وفي شبابنا للأسف. نعم، وكيف تساهم الكشافة الإسلامية في ترسيخ وتعزيز الانتماء الوطني لدى شباب اليوم؟ نعم، احنا في الكشافة قبل المنخرط، قبل ما يصبح شاب واعي يعرف صلاحه كما نقوله احنا بالدرجة، هو عبارة عن منخرط طفل. الطفل طبعا في أفواجنا الكشفية المنتشرة عبر ربوع الوطن، القائد الكشفي اللي طبعا يكون مكون ويكون خذل التكوين تاعو اللازم سوف يعمل على منهاج واضح في غرس تلك المبادئ، تلك المبادئ التي أهمها مبدأ المواطنة والانتماء إلى الوطن، وبعده كل البرامج سوف تصل إلى ذلك الشاب أو إلى ذلك الطفل بكل سهولة. نعود إلى النقطة التي أشرت إليها قبل الحديث عن هذه الفكرة، في ظل التحديات التي تستهدف وتتربص بشباب اليوم كالمخدرات، ما هي جهود الكشافة الإسلامية لمنع أو لحماية النشء من هذه الآفة، آفة مخدرات وعدة آفات اجتماعية تتربص بشباب اليوم؟ نعم نعم، هي الآفات الاجتماعية هي أولها، هي الآفات الاجتماعية، ثانيها الجرائم السبرانية وغيرها من الآفات التي هي عرضة أو تستهدف شباب اليوم. عدة مشاكل ممكن لشاب اليوم أن يتعرض لها، أكيد ذكرت المخدرات، ذكرت الجرائم، ندخل حتى خاصة الجرائم الإلكترونية وما يحصل حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي الغير محمية من طرف الآباء والعائلات. الكشافة ولا الفوج الكشفي من خلال برنامجه الأسبوعي، احنا الكشافة الإسلامية الجزائرية في الجزائر
هي عبارة عن هرم من 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 القيادة إلى الأفواج الكشفية المنتشرة كما قلت لك في ربوع في ربوع الوطن. نعم، أنشطتها على مدار الأسبوع. احنا أنشطتنا ما هيش غير احتفالات رسمية واحتفالات لمناسبات وطنية، وإنما نشاطنا هو على مدار 365 يوم تغرس فيه المبادئ السليمة في روح المواطنة، روح تنمية روح القيم الإسلامية السليمة. وإن تشبع بها الشاب بكل ما ذكرت فإنه لا مجال لهذه الآفات إلى التغلغل في نفسه. بالإضافة إلى ذلك أختي الكريمة، هناك شباب غير منخرطين في الحركة الكشفية. يعمل شبابنا بما أنه الاتصال شاب أسهل أسهل من محاضرات وأسهل من المعارض، وهذا كله مهم جدا هذا الأمر، المحاضرات والمعارض، ولكن الاتصال شاب راح يكون أفضل في هذا العمل التوعوي في المجتمع، وهذا ما نقوم به إحنا في الكشافة. نعم، ربما لابد أن نعود إلى اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزرية. ماذا أعددتم من نشاطات بخصوص هذا اليوم؟ احنا احتفالاتنا باليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية ككل عام، هذا العام ان شاء الله راح يكون احتفال مميز. يوم 26 ماي و 27 ماي، في يومين حيكونوا ان شاء الله حافلين بالانشطه. يوم 26 ماي راح يكون هناك مهرجان شعبي بمشاركه العائلات في منتزه الصابلات، وهو طبعا منطقه معروفه في العاصمه بالعائلات الكثيره خاصه في نهايه الاسبوع. المهرجان سيكون عبارة عن معرض كشفي كبير إن شاء الله، فيه حتى مخيم نموذجي، مخيم بالخيم ومخيم عادي، اسم الزائر لما يدخل يشوف مخيم كشفي فيه كل لوازم المخيم الكشفي، بالإضافة إلى معرض يضم التعريف بالحركة الكشفية في حوالي 20 معرض صغير بمشاركة طبعا شركائنا في العمل الميداني، بالإضافة إلى أنه راح تكون مهرجان كشفي فيه أناشيد، فيه ألعاب، فيه مسرحيات، فيها ألعاب الخفة، حتى أنه الأطفال يكونوا حاضرين هذاك النهار في منتزه الصابلات، نحاولوا كيفاش نقربوهم للكشافة، أننا نرسموا الشعار الكشفي في وجوههم، العالم الوطني في وجوههم، أننا نشدو لهم ونعلموا لهم الأناشيد الوطنية، الأناشيد الكشفية، أنه حتى رانا نخموا أننا فيه طلائع كشفية، والطليعة هي مجموعة الكشافين المتكونة من 8 أفراد يدوروا في المنتزه في وسط العائلات، يعرفوهم، يعطوا لهم مطويات، يعرفوهم بالكشافه، وهذا الشيء كامل راح يكون يوم الجمعه 26 ماي، بالاضافه الى عده مسارات في العاصمه صبيحه 26 ماي. انه شعارها هو الكشافه في العاصمه، هذا طبعا نشاط منظم من طرف القياده العامه وتحت اشراف محافظه ولايه الجزائر. الاشراف راح يكون تحت لوالي ولايه الجزائر، ومشاركه مديريه الشباب والرياضه والترفيه كذلك لولايه الجزائر. عده مسارات سياحيه في العاصمه، منها مقام الشهيد ونزلوا على دار عبد اللطيف، مغار سيرفونتاز، حديقه التجارب، مكتبه الحامه، وكذلك فيه مسار اخر في القصبه، فيه مسار ديني وفيه مسار ثقافي، سجن السكاجي، قصر خداوج العمياء، قهوه مالاكوف، جامع كتشاوا، وعده المتاحف الموجوده في العاصمه. راح يكونوا الشباب الكشفي باللباس الكشفي يدوروا ويتعرفوا على هذه المناطق، ويتكلموا حتى مع المواطنين في العاصمه في هذاك اليوم، وطبعا ياخذوا صور وتبقى لهم كذكرى لاحتفال بهذا اليوم. اما الاحتفال الرسمي اللي هو يوم 27 ماي 2023 ان شاء الله بالسبت، راح يكون في قاعه حرشة حسان، راح يكون تجمع شعبي كبير، تجمع كشفي يضم اكثر من 6000 كشاف، واللي هي الطاقة القصوى لقاعة حرشة. راح يكون فيها كذلك عدة أنشطة كشفية. راح يكون النشاط راح يكون تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، تحت إشراف وزارة المجاهدين والحقوق، وكذلك وزارة الوزير الشباب والرياضة. الحفل كذلك تاع قاعة حرشة حسان راح يكون فيه توزيع الجوائز لمسابقة محمد بوراس، هذه المسابقة التي دأبت القيادة العامة على
تنظيمها سنة بعد سنة، اللي هي تكريم الأعمال التي الأعمال الفنية طبعا من طرف مفتوحة لجميع المواطنين في الجزائر، يعني ما لازمش تكون منخرط في الكشافة مشارك فيها، وإنما هي مفتوحة لجميع الجزائريين. راح تكون تكريم المسابقة في هذا النهار، بالإضافة إلى تكريم العمداء، عمدائنا في الحركة الكشفية، حتى نرسخ لمبدأ تواصل الأجيال في الكشافة، وهذا المبدأ هو اللي خلانا ناشطين وحاضرين حتى الآن منذ 1935. عدة مبادئ تنتهجها الكشافة الإسلامية الجزائرية، منها حب الوطن، روح المواطنة، الانتماء للوطن، عدة مبادئ مهمة جدا. كيف تجد أو كيف تصف تفاعل الشاب الجزائري أو النشأ بصفة عامة مع هذه المبادئ؟ كما قلت لك أختي الكريمة أن الكشافة متواصلة منذ 1935، هذا التواصل ما هو إلا دليل على تقبل المجتمع الجزائري لهذه الحركة الكشفية، وتقبل العائلات الجزائرية أنهم يمدوا لك فلذات أكبادهم، حتى أنك تساهم في تربيتهم وتساهم في تنشئتهم التنشئة السليمة الصحيحة، ويمدوا لك فلذات أكبادهم، يجوا معك للمخيم لمدة 15 يوم في ظروف يعرفوها وفي ظروف سليمة، ويعرفوا أنك تعمل على أنك تمد لأطفالهم إلا الشيء المليح والشيء اللي يساعدهم الإيجابي في حياتهم. طبعا هذا الشيء ما نقدر نقول إلا أننا أكبر جمعية وطنية، هذا ما كانش راح يكون إلا بدعم المواطن الجزائري ودعم المجتمع الجزائري وثقة العائلات الجزائرية خاصة. القائد سمير غريمس، بصفتك ممثل عن الكشافة الإسلامية الجزائرية، ما هي الرسالة التي تقدمها لشباب اليوم؟ أنا رسالتي لشباب اليوم أقول لهم كفانا. الرسالة هي هناك عدة رسائل، أهم رسالة نقولها للشباب، الشاب الجزائري، حب وطنكم، هذا هو حب الوطن. احنا والله نخرجوا هكذا في بلدان اخرى، حب الوطن شيء بسيط جدا، ماشي كيستون فطريه، احنا كي نشوفوا حب الوطن نديروا في بالنا انه حاجه كبيره. حب الوطن يقدر اي مواطن، اي شاب، انه نعطيكم مثال، انه ياكل حاجه وما يرميها، ما يرميش الباقيه تاعها في الطريق. صحيح، هذا اكبر دليل على حب الوطن. والله أنا كما يقول الواحد قلبه يتوجع أنه شبابنا يحبوا بلادهم، يحبوا، لكن هناك عدة ظروف، عدة ما هيش حاجة وعرة أن نساعدوا كذلك شبابنا فيها، لأنه يملكون هذه، وهناك عدة دلائل. لو كان تشوف أختي الكريمة في الزلزال مثلا أو في الحرائق الأخيرة، هبة كبيرة من طرف الشباب، الهبة التضامنية، التطوع. نعم، نعم. الذي يقوم به أشبال الكشافة الإسلامية خير دليل على حب الوطن وروح الانتماء وغرس الثقافة الوطنية. نعم، أنا لا أتكلم عن المنخرطين في الكشف، هذا أمر مفروغ منه، أتكلم عن الشباب الجزائري الغير مهيكل، الغير مؤطر، فيه واحد البذرة. صحيح، ما غير أنا لم أراها في بلدان أخرى. شكرا لك القائد سمير غريمس، ممثل عن الكشافة الإسلامية الجزائرية والمسؤول الولائي للإعلام لمحافظة ولاية الجزائر، لمشاركتنا في هذا العدد. مشاهدينا، إلى هنا ينتهي موعدي بكم مع فقرة ضيف الغرفة، نلتقي بعد الفاصل.